طيب ليش هي سبحان الله نقول له موسمية ولا تجي إلا في ذا الوقت؟ نعم اللغز. نعم لا هذا سؤال مهم. ما يجي مدار السنة؟ أنا أقول لك شوف الفيروسات جرت العادة مع الفيروسات أنها تكثر وتنشط مع تغير الفصول. تنشط وليش لو نلاحظ أن ليش تكثر إذا صار الجو بارد؟ وش الفكرة؟ الكتمة. لا منك كتمت نفسك في غرفة مو بتدخل أنت في الغرفة في البيت هذا سببها تقفل الدنيا مدري مين ترى هي موجودة وكلنا نعرف أنه ترى في ناس تزكم في الصيف صح. في ناس تزكم في الربيع في الشتاء في الخريف في كل وقت زكام ولا فيروس ممكن يدخل جسمك في أي يوم في أي لحظة في السنة يعني لكن ليش تكثر في فصل الشتاء أو ليش تكثر إذا بدأ البرد بمعنى آخر لأن في ذاك الوقت أول حاجة هي طبيعة الفيروسات تنشط في يعني تغير الفصول في الأجواء نعم في تغير الفصول إذا تغيرت الفصول تبدأ تنشط زيها زي أي كائن أنتم يا البشر الحين ما شاء الله تبارك الرحمن لا جت الأمور الأجواء زانت طلعنا وتمشينا ورحنا صرنا نبي البر ونبي النفاح ونبي حال فيروس نفس الفكرة ترى لكن ليش تكثر في البرد لأنك كتمت الدنيا طالما أنت كتمت وقفلت البيبان والشبابيك ولا نبرد ولا مدري إيش إذا واحد كح في آخر البيت عداك يلي في أول البيت يعني هذا اللي يفسر وجوده في هذا الوقت إيه نعم إيه نعم إيه نعم طبعا هذا اللي يقول لك ليش تزيد في هذا الوقت لكن هي موجودة في كل السنة في كل السنة موجودة نعم بس نعم هي أقل يعني الحر ما له دخل في مسألة حر وبرد للأمانة ما في إثباتات قوية على هذا الحرارة ما يأثر على الفيروس نفسه يكتب مثلا على البرودة الشديدة البرودة الشديدة تقلل من الانتشار البرودة الشديدة تقلل من انتشار الفيروس لكن بشكل عام ما في أي شيء أقدر أقول لك لا يربط بين النقطتين هذه للأمانة ما في لحد الآن يعني